طيب ابو اميره، خليني اروح معاك طبعا في الحديث عن العداله، وانت تعرف العداله بشكل جيد وحضور والمميز بعيدا عن النتائج اللي تحصل عليها، وبسالك اليوم من نظره، وانت رئيس لنادي الوحده سابقا وقريب جدا اليوم من المنظومه للانديه الكبيره وكيفيه عملها. الاهلي مكتمل، المدرب اليوم نحل الامر الاداري، واللاعبين مميزين جدا واسماء ثقيله في الملعب، ولكن لا تشعر بأنه فريق اليوم ممكن أنه ينافس أو يحقق بطولة الدوري رغم الفرص اللي تسنح له للمرة الثالثة أنا أذكرها اليوم في هذه الجزئية؟ صحيح، أتفق معك تماما. يعني إحنا تكلمنا من أول، طبعا المشاكل اللي خارج الملعب في الأهلي الجميع تحدث فيها والكل عارفها، بالتأكيد تلقي بظلالها على الفريق، لكن نتكلم داخل الملعب الآن وما يحدث داخل الملعب. اولا اعاره جروست، لو تذكر كلنا تكلمنا انه، يمكن انا تحديدا ذكرت جمله انه في استسهال، وفي يعني انه الاداره الاهلاويه كانت تبي تجيب مدرب محبوب عند الجمهور فقط لا غير، يعني مش المدرب اللي المفروض يجي وهو جروس. تذكر انت اول ما اعلنوا جروس بدات الهاشتاجات في الجمهور الاهلاوي العاطفه اشتغلت، لكن الفكر اللي المفروض يكون في الاهلي بكل امانه الصحيح يعني غير موجود في هذه النقطه تحديدا. لانه جروس، لو يا اخي انا استغرب، جروس ترى الاهلي جابوه قبل كذا مره ثانيه وقالوا جيبه مره ثالثه على اي اساس؟ يعني هذا جانب. نتكلم على جروس مش بالكلام، منذ قدوم جروس ماذا حدث في الفريق الاهلاوي؟ ولا شيء. تفرج على الاهلي حتى في المباريات اللي يفوز فيها، انت شوف فريق مثل الاهلي، فريق كبير مثل الاهلي وفيه هذه النجوم، ولا مباراه تسيطر على في المباراه. يعني حتى لما كان يفوز بمهاره فرديه من لاعب، الحظ احيانا يخدم الفريق، هيبه الفريق احيانا تنقذه في بعض المباريات. طيب لما نتكلم كيف الاهلي في هذا المركز الان، يعني الاهلي حتى الان منافس على كل البطولات، هذا مش تميز في الاهلي، ولكن في مشكله في الفرق الاخرى. مثلا الهلال والنصر قريبين من الاهلي الان نقطيا، الهلال والنصر فقدوا نقاط كثيره جدا هذا الموسم. ايضا الفرق اللي تحت الاهلي ايضا تذبذب كبير في المستوى، لهذا الاهلي الثالث، ولا الاهلي المفروض يكون في مركز اقل من هذا عطفا على ما يقدمه. نجي اذا جروس، لا ما في شكل للفريق. ايضا لما تلاحظ مستوى اللاعبين الفردي في الفريق معظمهم مستواهم هابط. دائما ابحث عن المدرب، ترى المدرب له دور كبير جدا في ارتفاع مستوى اللاعب. لاحظ، انا اجيب لك الاجانب، سيب السعوديين، وما ليما الظهير الايسر هذا، هل تشعر انه لاعب برازيلي ظهير ايسر؟ يعني بكل امانه لا شيء، ما تشوف شيء، يمكن سجل هدفين كرات ثابته فقط، ما شفنا شيء يعني. ساريتش المحور لاعب عادي معقول، سوزا عادي، جانيني هبوط في المستوى رهيب هذا الموسم، شوف جانيني هذا الموسم ولا شيء. ماركو الجريد ما نحكم عليه كثير، ولكن حتى الان اوكي سجل هدف في مباراه الناس يعني بدات تتكلم، لكن اللاعب حتى الان بكل امانه كصانع العاب في وسط الملعب يغير رتم المباراه، يمسك الملعب، ما مش شايفين شيء.